تخافوا على بعض، كأني عايش وموجود في وسطيكم. ايه بس يا حبيبي اللي هيفرقنا؟ وانت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ انت واقف على رجلك من الصبح، ما تخليش شوية كلام اتقال في الهوا يعمل فيك كده. ده مش كلام في الهوا، برضو التفكير والسهر مش حل. تخش تنام دلوقتي وتستريح، وبكرة ان شاء الله على رواق نشوف هنعمل ايه. ربنا يهديك. قول اصحى صحصح منك له، يلا قوم. بعدين بقى على القلق ده على الصبح واحنا رايحين المدرسه، ولا كنوش حضرتوا الفطار يعني وخافينه يبرد؟ لا يا خفيف، الفطار هيحضره لك وكيل النيابه لما تروح له. نيابه؟ يا نهار كحلي. بقول لك يا باشا، انا عايز اقابل نادر بيه حالا. انت فاكر ان نادر بيه فاضل لك انت لوحدك بس؟ لا، ما هو لازم يفضلي والا هطح نفسي عليكم. روح قول له سيد بشريه عايزك في مساله حياه وموت. والله والله ايه، وانا بفشر عليك واتكه قوي على حياه وموت دي، وهو هيفهم. حاضر، فوق يلا يا اخوانا، انا راجع لكم تاني. في ايه يا سيد؟ باشا باشا يا مهجة، سيبيني انام شوية. مهجتين اللي هجيبها هنا، اصحى يا باشا. تعالي تعالي بس في حضني شوية. يا عم انت بتتحرش في المنام. سيد يا ابني ما ترد عليا، في ايه؟ كمل نوم انت يابا، ولما مهجة تيجي هبقى صحيك. باشا يا سيد استنى وافهم. افهم ايه بس يا باشا؟ احنا ما اتفقناش عن نيابة سعادتك. دي محاولة أخيرة. بص يا سيد، أنا هحطك في كلبش واحد مع أبو العز الضفراوي. عرض النيابة ده يبقى مجرد إجراء صوري عشان ما يشكش فيك. ودينا بنعمل محاولة أخيرة، يمكن تعرف تطلع لنا منه بمعلومة. صدقني يا باشا، أنا حاولت. ده طلع راجل حويط قوي، فرهدني جنبه طول الليل، ما طلعتش منه بشيل الحرنكش، طلعت بمهجة. تنفعكم مهجة دي؟ لا طبعًا ما تنفعناش. أنا من الأول وأنا قايل لك إنك هتعمل محاولة، وإنك يا سيدي مش ملزم بحاجة لو فشلت. ولما قلت لك إن الموضوع ده بالنسبة لي مسألة حياة وموت، أنا كان قصدي كده فعلًا. سيد، أنا جوز أختي رائد شريف مات امبارح وهو بيحاول يقبض على الراجل ده، وساب لي ثلاث أطفال. أنا ملزم قدام ربنا وقدامهم إني أجيب لهم حقهم، أو على الأقل أعمل اللي عليا عشان أجيبه. ها، قلت يا سيد؟ طب والحاج مش هتكلبشوه؟ كلبشات خلصت. يا ابن المحظوظة، الزاوية كان عايز منك ايه؟ ما فهمتش. مش فاهم حاجة من العالي والرعاشات اللي بتديهم لي في عينيا دول. طب مش تقول ايه لازم بعين اليمين؟ ساعد الراجل. ايدك معايا؟ ايدك يا عم معايا.
اله الا باشا. الله لا اله الا الله. تعالى لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا ساتر يا رب. يا ساتر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تعالى يا باشا. ايوه ايوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله. يلا بقى. باشا باشا. تعالى باشا. تعالى باشا. انزل. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا لقيت الضرب اشتغل، خدت العربية على جنب، بس أنا قلبي كان حاسس إن ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا. وزارة الداخلية مش هتنسالك الجميل ده أبدا يا برنس الأسفلت. اركب يا باشا. هو مين ده يا باشا؟ ده المتهم اللي جبنا له امبارح كباب. بمناسبة بقى إن ربنا نجانا، عايزين نجيب له النهاردة رز بلبن. ربنا يستر عينه على مصر يا باشا. صباح الخير يا صباح الخير يا بشير. صباح الخير يا هاني. الأستاذ خرج؟ رشاد لسه قايل إن هو في مكتبه. طيب. سالم. أيوه. أنا ريهام افتح. أنا مش فاضي دلوقتي، عندي حاجة مهمة بعملها. بسم الله ما شاء الله. اه دي فيلا مدير الامن حسيده بقى. حسابك كام يا باشا؟ معقول يا باشا؟ يعني الحكومه تجيب للشعب رز بلبن وكباب والشعب ياخد البندره؟ ابدا ابدا. يا بقول لك ايه يا باشا، البندره دي بقى هديه من الشعب للحكومه. انت اصيل يا برنس الاسفلت. الحمد لله على السلامه يا سيد الرجاله. مهجه حياتي. هو انت مهجه؟ استلقي وعدك. بيسال عليكي من الفطار. الحمد لله على السلامه. يا والنبي ولا مليون نجفة كانوا هينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي. ايه الاداء المبالغ ده كده؟ اه لو تعرفي وحشتيني قد ايه يا مهجة الروح. كانت اسود راس ليلة سنة في حياتي، بس الحمد لله العيال خلعوا بالبضاعة والفلوس. فده كنوز الارض يا سيد الرجالة. طب ده انت الليلة في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي. والنبي انا اول ما جاني الخبر صوتي اتنبح من كتر السويت عليك، فقعدت لي مليون يا لهوي على 2 مليون يا خرابي. حبيبه قلبي. يا باشا الكلام مبالغ فيه، اما بالنسبه للارقام انا سايبها لك تراجعها انت بقى، مش هتكلم. بقول لك يا بيبي ما تقوم بينا على الحمام، مليتهولك فل وورد وياسمين وفيهم مهجه كمان. هو انا لسه استنى الحمام؟ احنا نخش على عشينا وبعد كده نبقى ناخد غطس براحتنا. يلا بينا يا بيبي لحسن انا مش على بعض. هلم يا عم. انا هلم معاكوا ولا بالنسبه للمحرم ده؟ هو المنزل ده ظروفه ايه بالظبط يا باشا؟ يا لهوي مين ده سيد الرجاله؟ عندك حق. انت يا سيد اللي جابك هنا؟ اذا هيكون ايه اللي جابني يا باشا؟ انا جايب خاطري يا كسوفيانا. طب والله كدابه، ده انت كنت هتختصب الراجل قدامي كل ده على ليله قضاها في الحجز. امال لو كان الراجل ده خد تقبيده كان ايه اللي جراله؟ معلش يا سيد، اصل مواجهه خدتني.